اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول بيشينيان وزير الخارجية التركي بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بتحليب أذربيجان على مواصلة القتال. وأضاف بيشينيان في تصريحات لرويترز أنه يعتقد أن أذربيجان ستواصل العمليات العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ إذا لم تغير تركيا موقفها بشأن هذه القضية. وقال رئيس وزراء أرمينيا أنه ينبغي على أذربيجان وأرمينيا تقديم تنازلات في أي محادثات للتوصل إلى تسوية بشأن الإقليم. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو طالب المجتمع الدولي بأن تقترن دعوة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ بانسحاب أرمينيا منه. إنه يمكن رؤية رغبة المجتمع الدولي لحل مشكلة إقليم ناغورني كاراباخ في حال إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا منه. تركيا تعبر عن موقفها حيال قضية إقليم كاراباخ في كل المحافل الدولية، وهذا هو موقفنا. واندلعت معارك بين القوات الانفصالية الأرمنية في ناغورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني في تجاهل للهدنة الإنسانية لليوم الرابع على التوالي. وأكد مارتن تشويب مدير الصليب الأحمر الإقليمي لمنطقة الأوراسيا أن مئات الآلاف من المدنيين في منطقة النزاع قد تأثروا من العنف الشديد للنزاع المتصاعد ويواجهون خطر الموت والتشرد. وفي سياق متصل دعت مجموعة مومنسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كل من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام اتفاق الهدنة من أجل تفادي تداعيات كارثية. تشهد مدينة ستيبانكيرت عاصمة إقليم كاراباخ غير المعترف بها دوليا هدوءا حذرا يتخلله قصف متقطع بين الحين والآخر. وكانت المدينة شهدت موجات نزوح كثيفة مع اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان بينما يعيش من تبقى من السكان في الملاجئ. مراسل العربي صابر أيوب جال في المدينة وأعد التقرير التالي. لم تأتي الهدنة في إقليم ناغورني كاراباخ إلا بقصف آخر يتابعه هؤلاء الهاربون منه داخل هذا الملجأ بعاصمة الإقليم ستيبانكارت. هربوا إلى هنا بالإضافة إلى ملاجئ أخرى يحتمون بها لأن القصف مستمر ولا أحد يعرف متى سيبدأ هذا القصف. العادة يكون قصف ليلي. في الخارج خارج هذا الملجأ يمكن سماع بوضوح دوي الانفجارات، دوي الحرب الجارية أو المعارك الجارية على حدود الإقليم، خاصة حول أو في محوره حول منطقة هادروت. مثل هذه الملاجئ يحتمي بها الهاربون من القصف. الكثير من المنازل في هذه المدينة دمرت تماما، لم تعد صالحة للسكن. أما سوسان هنالك في الخلفية فتنتظر عودة جثمان ابنها الجندي الذي قتل على الجبهة، وتقول أنه الآن لدى الأذربيجانيين. لحد الآن لم تنجح تقريبا عملية تبادل الأسرى والجثامين التي كان من المفترض أن تنطلق مباشرة كآلية من آليات الهدنة المعلنة في موسكو. صابر أيوب، العربي، ستيبانكارت، ناغورني كاراباخ. ويبقى معنا موفدنا صابر أيوب من محيط كاراباخ، وأيضا معنا من باكو أحمد غنام. وأبدأ معك صابر، وهل بقي أي أثر للهدنة الهشة ما بين الطرفين أم تبددت بالكامل؟ ما هو الوضع على جبهات القتال؟ لحد الآن لم يعلن أي من الطرفين سقوط هذه الهدنة أو انهيار هذه الهدنة، لكن العمليات المستمرة إن على جبهات القتال أو أيضا بعمليات القصف تقوم بها القوات الأذربيجانية على بلدات إقليم ناغورني كاراباخ وخاصة شوشي ومارتوني ومارتاكيرت وهاردوت. هذه البلدات اليوم تعرضت للقصف. كان دوي هذا القصف يسمع بوضوح وبشكل قوي من العاصمة ستيبانكيرت، هذا بالإضافة إلى وجود اشتباكات على الحدود، اشتباكات متقطعة ولكنها في بعض الأحيان تأخذ طابع كثيف. العاصمة، عاصمة الإقليم ستيبانكيرت، خلت تقريبا من المدنيين، جلهم هربوا إلى مناطق أخرى، من تبقى منهم يحتمون بالملاجئ. كذلك هنالك عدة ذخائر
يقول المسؤولون أن عددها على الأقل 670 ذخيرة لم تنفجر بين صواريخ وبين قنابل وأيضا قنابل عنقودية. عرض علينا مسؤولون هناك بعض من هذه الأسلحة أو الذخائر الأذربيجانية التي لم تنفجر، يقولون أن بعضها متأتي من إسرائيل وأخرى أيضا من تركيا، بالإضافة إلى بطبيعة الحال أسلحة روسية تسليح الجيش الأذربيجاني كما هو معروف أيضا روسي. وكذلك هناك حالات أو كما يصفها المسؤولون في يريفان باقتراب هذا الإقليم أو الحالة الإنسانية في هذا الإقليم من الانهيار بسبب عدم التزام كما يقولون الطرف الآخر بالهدنة المعلنة التي كان من المفترض أن تبدأ معها أيضا آليات أخرى، وهي تبادل الأسرى وتبادل جثامين الضحايا بين الجانبين. نعم، نتحول إلى أحمد غنام من باكو. أحمد، هدنة هشة، خروقات مستمرة ومعارك مستمرة بين طرفي النزاع. أحمد، هل يمكن القول أن الهدنة انهارت في ظل التوتر القائم وعدم التزام أي من الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار؟ نعم ماجد، الجانب الرسمي هنا في أذربيجان لم يعلن عن فشل الهدنة وانهيارها بشكل كامل، لكنه يقول أن أرمينيا لم تلتزم بشكل كامل بهذه الهدنة وأن الهدنة ليست صلبة كما يقال، وأن الجانب الأرميني يقوم دائما بعمل الخروقات وسماها بالاستفزازات، وأن الجانب الأذربيجاني يقوم بالرد على هذه الخروقات وقصف المواقع العسكرية للجيش الأرميني، خاصة أنه اليوم تم استهداف المدنيين في منطقة ترتر، ومن بين المدنيين كان هناك بعض المصابين من النساء والأطفال. أيضا أكدت اليوم وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن بلدة هدروت أصبحت بيد الجيش الأذربيجاني، وبث صور فيديو على عن هذه البلدة وكيف يرفع فيها العلم الأذربيجاني للتأكيد على أن هذه البلدة ومحيطها بيد الجيش الأذربيجاني، وذلك لدحض الرواية الأرمينية التي لا تزال تقول بأن هذه البلدة تحت سيطرتها وهي على محور جبرائيل، المحور الجنوبي الشرقي. فبالتالي الأوضاع على الأرض على محور الاشتباكات لا تزال، القصف المتبادل موجود، ولا يمكن الحديث عن وجود هدنة بين الطرفين في ظل هذا القصف المتبادل. سياسيا الجانب الأذربيجاني يؤكد على ضرورة مشاركة تركيا في المفاوضات والجلوس على طاولة الحوار كضامن إلى جانب مجموعة مينسك، وذلك ربما للثقة المتبادلة والتحالف الواضح بين الجانب الأذربيجاني وتركيا في دعم تركيا لهذه العمليات، والموقف الأذربيجاني خاصة السياسي والعسكري، وكذلك ربما من أجل الاستفادة من خلال العلاقة الواضحة بين تركيا وروسيا للضغط على أرمينيا من أجل الرضوخ بشكل كامل لهذه الحوارات إلى هذه التسوية والوقف عن انتهاك الهدنة وعدم إطلاق النار باتجاه الجانب الأذربيجاني. شكرا لك موفدنا إلى باكو أحمد غنام، وشكرا لك صابر أيوب من محيط كرباخ.